بحلته الجديدة وبرامجه الثقافية المتنوعة، يستقبل سوق المزارعين يوم السبت من كل أسبوع زواره من المواطنين والمقيمين في نسخته الخامسة ليستمتعوا بما يقدمه من منتوجات عالمية تزرع بأيد بحرينية. الزميلة خولة الجريني زارت ركن سوق المزارعين بالمعرض الدولي للحدائق ونقلت لنا تفاصيله بكل ما يحتويه من مزروعات عالمية جذابة في التقرير التالي. إنتاج وافر يقدم بشكل لافت بأصناف متنوعة تحمل علامات مميزة، زرع في البحرين وتباع في سوق المزارعين، يقبل الناس على شرائها للتمتع بمذاقها المتميز، فهي مجموعة متنوعة من الخضروات العالمية تمت زراعتها في مزارع بحرينية. سوق المزارعين يعني يلفت انتباه المشاركين هنا والزوار بحيث الخضرة واللي تنزرع في البحرين والألوان والنبتات المركبة. عندي مصنع مال أشور، أخذ الخيار، أخذ القرنبيط، أخذ الطماط، هذا يعني كله أول أخذه من برا، الحين أخذه كله من البحري. يعني شفنا أشياء جميلة جميلة وغريبة في المكان، وألوان أول مرة أشوفها في البحرين صراحة. معرض الحدائق ما شاء الله كبير، وفي من أنواع الخضرة يعني اكتشفنا أنها تنزرع في البحرين، وشيء جميل يعني أن تكتشف أن في أشياء جديدة تنزرع في البلد. خضروات ملونة تسر الناظرين، جذبت الصغار ورسمت البسمة على شفاههم لأن الواقع بات شبيها بصور الكتب الدراسية. شفت يعني خضرة متنوعة ملونة صغار، يعني أول مرة أشوفهم، ويعني خاطري أكلهم يعني لأن ألصقهم في دفتري يعني في المدرسة، ويعني هاي شيء وايد عجبني. اليوم استرست عشان أشوف كل خضروات العالم وأشوف وجه الخضروات اللي مشهورة ووجه من الخضروات اللي من قبل ما كنت أعرفها بس الحين عرفتها. النسخة الخامسة من سوق المزارعين والتي خصص لها ركن في معرض البحرين الدولي للحدائق لم يكتفي ببيع المنتجات الزراعية البحرينية، إنما دعمها بالمعلومات التي تخدم ربات البيوت بالدرجة الأولى. شلون احنا نغير من سلوك المستهلك اللي بيستخدم اللي هو منتجاتنا؟ هنا مو مجرد احنا نبيع سلع وخلاص، لا، احنا نسوي له التوجيه والارشاد والنص من اجل الاستدامه في المنتجات الموجوده عنده. فحتى انت تلاحظين ان الاسس يعني الاشياء اللي انا ازرعها كلها في اسس او في اللينات مختلفه على اساس انه هو في استمراريه في الانتاج. طبعا المنتجات البحرينيه البحرينيين قاعدين يحاولون يشترون من المنتجات البحرينية أكثر، لأن طبعا غير البحريني مضمون أكثر، البحريني ما قاعد يجي من برا في شاحنات ومع يعني يخزن حق فترة أطول، لا هني دايركت فريش، يعني نقدر نقول من الزراعة دايركت إلى السوق، فأكيد غير، طبعا أكيد غير. طبعا يعني الحين مع ان كثره الفيديوهات واللي نشوفهم والسنابس والفيديوهات التعليميه عموما واجد خلتنا نعرف انواع خضار كثيره ما كانت متوفره عندنا، بس الحمد لله انه قاموا يوفرونها في البحرين وهاي شيء واجد حلو، وبداوا الاطفال يعرفون عنهم اكثر، يعرفون اساميهم، يعرفها من يشوف الشتله صار يعرف هاي الخضره الفلانيه وغيرها، صرنا نسويها لهم بطريقه مبتكره حببناهم فيها اكثر، وكلها تقريبا متوفره صارت في سوق المزارعين. استمرارية هذه السوق وتنوع منتجاتها عاما بعد عام تؤكد على أن الرؤية الثاقبة لصاحبة السمو الملكي الأميرة سبيتشا بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى رئيسة المجلس الأعلى للمرأة، رئيسة المجلس الاستشاري للمبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي، قد وضعت مملكة البحرين على قائمة الأسواق الزراعية. خضروات عالمية تزرع بأيدي بحرينية تتفرد بجودتها العالية وألوانها الزاهية تدفع القلوب شغفا لتناولها. خولة الجرينيز لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.